السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا لي زابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زاد، ونقول لكم صحة رمضانكم. هنايا اليوم غادي نتكلموا على غلام المطالب من عدة فرق أوروبية، عدة فرق عملاقة، نقولوا عملاقة، نقولوا أتلتيكو مدريد، نقولوا مانشستر يونايتد، حتى غوارديولا ولا حاط عينه عليه فانيك، يعني في بوروسيا دورتموند، يعني غلام لعاب اللي عنده مستوى كبير، لعاب اللي كان شي يكون في سانتيتيا ولا هودو تاعهم بعد عاودوا طلعوه وراح ومخلاهم. هذا هو غلام المطلوب بقوة من عملاق إسباني رغم عودته الصعبة من الإصابة التي تعرض لها الخطيرة. لا يزال الدولي الجزائري فوزي غلام يسيل لعاب كبار الأندية الأوروبية، وهذا رغم عودته الصعبة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها السنة الماضية. شفنا كيفاش عانى الإصابة، الحمد لله يا ربي احنا وقفنا معاه. هو شنا كيفاش انتقد الاتحاديه تاعنا لهنا، اتحاديه لما رسلتلوش، رئيس اتحاديه اللي ما رمش التليفون. احنا جميع اللي غيظ فرنسا يجيو كونتر عليه، هذه العصابه كانت تجي كونتر عليه. جميع اللي جا كونتر فرنسا عملاء هذو اتحادية، عصابة اللي كان دايرة الاتحادية، كاع عملاء هذو كاع خدمو لفرنسا. غلام ميبغوش، على ميبغوش لعاب هذا اللي مطلوب. شنا كيفاش احنا من الحجة على الجهة تاع لاكوش ما كناش نتلقاو صعوبات، ما كناش نتلقاو اي خطورة من جهة تاع غلام. باش تكونوا شنا كيفاش لي زافريكا ما كانوش يلعبوا من جهه تاع غلام. روحوا عاودوا ولوا لي ماتش من الحجه غلام في لافريك، لا كانوا يلعبوا من جهه غلام، كانوا ناسينها تاع غلام. جهه تاع غلام كانوا يمحوها، لي زونترينير تاع لي زافريكا كانوا يمحوا الجهه تاع غلام، يمحوها كانوا يلعبوا من جهتها. صاي يصيبوا ما يلعبوش هذيك الجهه، محرمه، كانت محرمه على الافارقه. باش يكون على بالكم، على بالي بلي كاين اللي يجبد لك لافير تاع التوش تاع تونس ومنا هنايا. الناس باعت الجزائر وما جبدتوهاش، باعت الجزائر. ماجر قال لكم في 82 بعنا نيجيريا، ما كاش اللي يهدر، ما كاش اللي يهدر. هو ماغري بغاو ما يمشي باع نيجيريا، بغاو يديروا شنا رواحهم بلي فين راه حنا بعناها. وهذه جيوحيه، هذه جيوحيه تاع ناس، هذه جيوحيه. شناو كيفاش افراح تاع الجزائر داروهم باللي شريناهم، افراح تاع الجزائر. تشوف ذاك زين عامر، تشوف سعدان، تشوف بمباراه بالشيخ منا اللي قال لك كانوا يشرو لي ماتش. راك تشوف كيفاش افراح تاع الجزائر يقول لك لا شرينا هذو، شراو افراح ولا افراح تاع الجزائر جاو مصفانك شرينا عليها. بالشيخ الاخر كيسموه سعدان انتهازي، عزي واحد كيما زين عامر ولا يهدر على الفوتبال، ما شاب يدير. خاطر هذاك بالشيخ شا كان يقول لهم، انا نجمع مع لي فوتبالير ونهدر معاي مع الفوتبال، بصح نسى روحو بلي يجمع مع بوحنيكه ويجمع مع زين عامر، كان يدير صباحيات. عرفتو كيفاش؟ ها وين الفوتبال طاح؟ كيما البارح ذاك سالمي قال لهم الفوتبال لي فوتبالير. من بعد قالوا له سالمي برحمه الوالدين جيب لنا، هدرنا على اللقطه تاع البنت تاع ميسي منا. لا قال لهم البارسا ما عطيكش، لا تما انت اش تهدر؟ تهدر على البوله تاع مصنوعه بالبلاستيك تاع الحليب، تهدر على البوله اللي مصنوعه بالتقاشي، انت لعب تاع تقاشي ولا اش لعبت؟ انتوما ما تهدروش على النيفو العالي، اش تهدروا؟ تهدروا على الاحياء تاعكم بين مولوديه العاصمه لو سامبي العقيبه، اش تهدر تاع فوتبال؟ اش تهدر فوتبال؟ قلنا اش تهدروا فوتبال؟ ها باش يكون، باش نكونوا لاعب، باش نكونوا، باش يكون على بالنا اش راكم تهدروا، اش راكم باغيين تهدروا؟
هاو غي هاك ها غي هاك جات ميكرو قاضب ميكرو قاعد تهدر فيه ماكم ها شو رجالة كيفاش رجالة من ساتيتيا نابولي شيكور في نابولي عاود تبليسة مبليسي داروا له كونترا مبليسي هو مبليسي وداروا له كونترا زادوا له كونترا شو كيفاش هذه نابولي يا عباك نابولي شكون مارادونا عباك شكون اللي فات في ذاك الستاد ما بقولش خاطش عليها فماك بوطو تاع كورنان يعرف خير من بوطو تاع كورنان عنده قيمه خير من ذولا يجوا يقعدوا لنا في البلاطوات يقعدوا ينبحوا علينا هذو بوطو تاع كورنان يجي خير منهم باش يكون على بالكم اش كاين شي اليوم يجي يقول لك اودي حنا لعبنا فوتبول لعبتوا بلوطة نورمال يسمحوا لنا الناس اللي لعبوا في وقتكم فاني يسمحوا لنا الناس اللي مساكتين لعبوا في وقتكم كل كلمه خير منكم بصح نتوما كنتوا لي كارط ومنا مش ما كنتوا ما كنتوا والو كنتوا تقبحوا تضربوا الناس كنتوا تهرسوا في الناس هذه هي حياتكم نتوما كيما ذاك سالمي بزاف بالشيخ شكل داير بالشيخ كان يلعب نص تاع سيزون يلعب نص تاع سيزون برك هذا مكان حمرار كان تاع لي باغار في الستاد وصحيك هذا مكان بالشيخ كنت حسبوا له ما كانش يخرج كاع يحسبوا بالشيخ شحال من ماتش لعبه برا خارج العاصمه شحال من ماتش برك خلينا هنا واهرن وخلينا شحال من ماتش لعبه برا احنا نعاودو نولو خلينا من هاد الناس وين لي شلنا حسب كشف موقع تاع اورو يونايتد بان نادي اتليتيكو مدريد الاسباني بصدد تحضير عرض لنادي نابولي لضم خدمات بدل فوزي غلام بداية من الموسم القادم وحسب ذات مصدر فإن المدافع الأيسر لنادي بورتو أليكس زميل الجزائري ياسين إبراهيمي بدوره مرشح للالتحاق بنادي العاصمة الإسباني مدريد ويعود المدافع الجزائري غلام تدريجيا بالمشاركة في بعض المباريات نادي جنوب إيطاليا وهذا ما جعله مرشح للالتحاق بالتشكيلة بالماضي في الكان فهمنا خاطش علاه شناهم كيفاش راهم يطلعوا في بوصوف هذاك بوسيف ولا ما عرف يسموه هذاك تاع فارس ومشاهم يهضروا عليه بيدبلوا بالسيف في طوم يعيطوش الغلام خاطش علاه غلام مدابز مع كسموه مدابز مع زاتشي وبالماضي راه يمشي مع زاتشي بالماضي يمشي مع زاتشي سبحان الله هذه حقيقة لازم نحضروها بالماضي راه مع زاتشي بالماضي ما عنده وين يروح بالماضي يمشي معاهم خاطش علاه بالماضي من بعد الماتش تاع تونس بالماضي كاش ما شتوه جانا الجزائر ولا كاش ما دار ندوة مع المدربين ولا دار نهضروا الصح كاش ما شتو بالماضي جا دار ندوة مع المدربين هنا ولا دار ملتقى مع المدربين كيما كان يدير غوركيف كان يدير بالماضي يدي وقيلا 100,000 اورو ولا ما عرف شحال يجي عنده ديك 4 ايام تاع تربص طبطب يعاود يولي يدخل ليستا تاع قطر ولا هنا ما ومن بعد يقول لك كنت نتبع في لي ماتش شوف كيفاش نهار الاول قالنا من تيندوف نروح نجيب من الادرار نروح نجيب شلنا غير من البارادو ما شلنا لا غادي جيب غير من بليده فماك ما تجيب ساعه تجيب انت راك من البارادو برك تجيب انت نهار الاول قلت لنا غلطنا بالماضي قلت لنا بلي غادي نولي نجيب من تيندوف نجيب لعابه حنا قلنا والله غادي يولي يجيب تصل له يجيب غير من البارادو يا ودي صح تجيب غير من اللامسيه وتجيب غير من النهد ومن السيربي هذا ما صح تجيب من الحراش ما تسقيش روحك تروح حتى تيندوف عاودي نهار الاول نروح نجيب من تيندوف فماك وين بينتها كاع وين بينتها جمال خويا مي كان زاتشي كان خاصو يلحق 31 لاعب دولي عيط له ثلاثه ديريكت ما بغيتش تعيط ماكسيم لوبيز وما بغيتش تعيط العوار
نتوما متصل، نتوما مستوش اتصلتوا بيهم ما باش ما تغلطوا الشعب كيما جا كيما زاتشي. زاتشي هو ما راحش اتصل مع عوار، هو زاتشي هو خد زاتشي راه يمشي مشروع تاع بلاكار. نتوما راكم غالطين، زاتشي عنده مشروع تاع بلاكار ما يعيطش واحد جزائري. وشوفوا زاتشي لا عيط لواحد جزائري، شوفوا يشوفوا لا غادي يعيط.